أمين الحسني إدريس، عضو المجلس البلدي سابقا لعين طبيطات، مسير شركة ومقاول، وكذلك رئيس جمعية البدر لأرباب وكالات كراء سيارات إقليم الحاج. من بين الشباب، شباب هذا الوطن الطموحون لمستقبل زاهر، مشاركتهم دلالة على حبهم للازدهار والتقدم والرخاء لهذا الوطن العزيز. رغم اختلاف أطيافهم ومشاربهم، إلا أنهم عازمون على القيام بالدور المنوط بهم من أجل إسعاد هذه الأمة والرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمغرب الحبيب. تحياتي لكل المناضلين وكل المشاركين وكل الغيورين على هذا البلد العزيز تحت شعار الله الوطن الملك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.